السلام عليكم. تم في نهاية هذا الأسبوع يعني الانتهاء من عملية وضع الكراسي في المدرجات السفلى لملعب 5 جويلية، واللي أعطت يعني صورة جديدة، وكذلك فتح الملعب يوم صبيحة اليوم لإجراء مقابلة ودية بين فريق موزمبيق وفريق غانا على حسب ما أظن. إذن هذه هي في انتظار عملية نتاع توسعة الملعب وتغطيته في الأشهر القليلة القادمة إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.